فاضل نص الصبح يا طلع اوردرات مدري منين. الو هاي نام. علوش حبيبي. ابو مخلد. مسيطر؟ مجهز للتصوير. صاحي؟ صاحي. ايش قد؟ واحد. الحمد لله والشكر. تريق؟ سيطر حتى نطلع نصور براحتنا مو؟ يلا ماشي. يلا. عيون؟ صمون. صاحين؟ غير؟ بس تريق وجهك. شاي؟ ايدك ابو مخلد انت عادي صحصح انت من قد ما تكرب علينا بالشغل اليوم حسيت نفسك انه انت لازم يعني تريقني. عندك ثلاثة عيون بين ثلاثة ستة واني اثنين ثمانية وانت اثنين صرت ثمانيتين مال برشلونة وبايرن. هاك حكيت عم نايمين وهم يعايرنا برشلونة هاي قشطة نطلع عمال لبيتكم شنو هذا شاي ثاني خاف كل شيء يصير ترى سنميز بالريوقات عايفني نايم على ما يسوي الريوق هذا وانا عندي سلاح سري اقدر اشتغل بيوم كامل بالتصوير. خليت يسوي ريوق وانا ما احتاج ريوق بس احتاج هذا. طقه مال 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 رقبه هيك ورا الشنو تحس. اكو بعد شغل؟ استاذ علاء شنو راح تفر ريوق؟ انا اكلت لعين. شربت سمارت؟ شربت سمارت. تتحداني يعني؟ ايه. سمارت. هذا يا طعم. هذا اللي ما بيشكل. ما دايت يضعفون. تي معلق. يلا قوم نشتغل. على راح نصور بالمسرح لو يعني وين؟ برنامج الجماهير الأشهر ولاية بطير. يا الله يا رب السلام عليكم. أكو ست كراسي ما حد قاعد ليش؟ هاي من العين. إذا هنا ناس قاعدة تضرب عين مرة جدي يسوون ليش هيك ليش؟ عموما أنا فرحان اليوم. عندي ضيوف حلوين جايين اليوم. السلام عليكم استاذ هارون شلونك نورتني اليوم. هارون رشيد ليش تفتح علينا هاي الباب سيجي يجيون بعد ابو جعفر المنصور يقدمهم ليش استاذ هارون نورتني الاعلاميه المتالقه ان صلاح المحترمه صديقتنا وزميلتنا. كم رجل اعمال خليجي تقدم لك بهالشهرين الفاتن؟ شنو الحكي هذا؟ ناس محرومة تسمع بهالملايين والمليارات ترى لا عبالك يعني سمعة وهذه ترى سمعة مو عبالك احنا قاعدين كل شيء ماكو حدايق الولدين ما تغدوا بالبروفا اصلا. ست عائشة نورتينا اليوم خاف عبالك تقول جورج كلوني بالعراق ماكو سمعتي انت القصة شنو يعني. خل نبلش العرض اليوم. يا الله يا رب احنا الشباب بالاعداد بلشوا دي يكتبون المعادلات السياسيه وماذا سيحدث ومن ثم والانقلابات. فبعدين قرينا خبر انه اكو شركه سعوديه راح ترجع جراندايزر مره ثانيه كلها تمزعطت. وين وين الثقيل يعني هذا اللي واقف ما علي انا هم انا خلنا نسوي جراندايزر هاي تنما شنو القصة عيب. بعدين يابا شلون نبوبها مو الحلقة والعرض والهادي ما علي
هنا احنا فكرنا لو كان غريندايزر عراقي او يجي للعراق حتى يحل المشاكل ايش راح يصير؟ انا فكرت قلت ما كسل من هسه خابره لغريندايزر يجي دق فليت صديقنا يعني وقصتنا اصلا يعني 79 80 هيك مو عموما فاني خابرته وهو جاوب وياي فخلينا نشوف دوق فليت في البداية. ألو حبيبي دوق فليت تفضل أنا بالمسرح منتظرك. يلا حبيبي يلا يا غريندايزر انطلق. تفضل هنا غريندايزر. مساء الخير. يا أهلا وسهلا بيك نورتنا وشرفتنا والله العظيم ما تدري العراق إيش قد محتاجك. هذا الكرش شنو يلا والله العظيم ما تدري العراق إيش قد محتاجك. أنت إجيت راح تنقذنا والله العظيم. إحنا إيش أحكي لك ما هي المشاكل التي لديكم؟ خير من الله مخدرات على سلاح منفلت ناس فوق القانون سرقات شو تريد موجود. الويل للمعتدين الويل للغزاة سأحرركم من الظالمين سأنصركم على المعتدين سأنقذكم من الظالمين سأحاول إنقاذكم هذه الأيام. أي الويل للمعتدين. هاي المركبة الفضائية مالت من؟ هاي طابقة برا؟ أي هاي اللي بيها منانة يدها حمراء وهيك وهذه و... أي هي هاي وقرون وهذه؟ أي هاي مال غريندايزر ما شايفها؟ يا دايزر يا ساسوكي الحجي راح يجي خليه يطلعها. من هو الحجي؟ هذا الحجي يطبقك انت وفيجا خليك بالجيب الصغير. الويل للحجي سأقتل الحجي. لا قبل ما تحكي لا قبل ما تحكي خل اقول لك الحجي منو. عنده مزرعه حتى بس تعرف. اعطيك السويش لو انا طلعه. امشي يلا. هي كلش مضايقتكم؟ حل يعني ما احرك شوي لقدام؟ امشي بس شنو؟ لحظة يعني هو اكفد موضوع. احنا اذا اعتبرنا انه غريندايزر جديد بالارض ممكن باكر عقبه يتعلم يتعود يعني احنا هم خلنا نعطي فرصة. يا اكو مليش شنو؟ موتتهم. ما هذا الحجي؟ لديه ناس كثر ولديه تيوتا أكثر من اليابان مضللة لا أرى ما في داخلها. أنت يعني شفت من الموجود؟ منزله كبير. ها من النضال؟ ها المناضلون. لم أرى ما بداخل السيارة لكن عندما هجموا علي أنا ما شفت كل شيء. أنت جبنيت. من الذي جبن؟ أنت جبنيت. الويل للحجة. أنا جبنيت. أنا على والدك. من جاب طار الحجي؟ لا ها من جاب طار الحجي؟ اقول له دي مدحه دي يقول البيت حلو. ها زين عجبه زين. حبيبي الله يسلمك. سلمنا على الحجي يوصل وهم يريدك ورا الله. خلصت العرصات اخذها كلها. يريدك عود مر له. ما حاضر هذا. ها أنا أقول يعني الحل مو بالقوة. اكتشفت إنه اللجوء إلى الطاولة المستديرة. الحوار يعني هو الأصح عليه. أريد أقول لك شغلة. أنا جايبك هنا حتى لا أسأل إذن الكلاوات. أنا أريد منك شيء واضح وصريح. أنت عندك القوة. استعمل القوة. دول الناس أنا أعرفهم. إذا ما تضرب بالقوة راح يأكلوك. صار لكم مش قد على هذا الحال. إحنا صار لنا 20 سنة. ما تقدرون تطبقون؟ لك ابني 20 سنة على هاي الفوضى اللي شفتها. شفت؟ سأحرركم من المعتدين دايزر. وين القبانزين محسن؟ القيلاني القيلان. صار بلف. الويل للمعتدين. الحجي بس أنا شنو قلت لازم أتخذ خطوة صحيحة. خلي نبقى غريندايزر سنة بالعراق يعيش هنا ويشوف ويتأمل. أنا متأكد بعد السنة هواي أشياء راح تتغير. خلينا نشوف غريندايزر ورا سنة بالعراق صار عنده.
احمد تلفايل مالتي يمي الحجي ومالاتك يمي والله اكيد وريوقك يمي في دول عمر اكيد طبعا والله تبره خلصان شرفك احمد مو تنساني لا تأمر لحظه هذا احمد اللي يشتغل يمي الحجي عرفته هذا منو كوجي ذراعك الايمن هذا ذراع الايمن هذا تخطيط هذا هو اللي يعني يساعدني على مود اسيطر على الوضع بالعراق ايش تشتغل انت بابا سكن حبيبي يلا روح جنب وزه ودير بالك من الحجي مو تخلي خماس يطبق قبلك الويل للحجي زمان بدي اسالك سؤال بهاي الفتره السنه انت بالعراق صار وياك عمت بهدلت كل ما اطلع من البيت هلقى الجهال مشخطين جراندايزر لا خالين شي ما شايلينه شالوا هذا الصهار الرشاش صهار رشاش الصهار خالين مكانه زاهي علاء فضحتنا وجراندايزر انت ما شايفه شنو الثقافه احكي رشاش صهار شايلين لك الصهر يعني انا ما اريد اقول لك الصهر التناسلا مو هاي الكوميديا اللي احنا نقدمها اوكي شلنا رشاش الصهر خلينا مكانه زاهي كل ما شغله يوقف ابو احترق النكتات خلنا عبرت ولي والله العظيم مردت يلا اوكي مشخطينه ايه ما ضال شيء بجراندايزر هسه والله العظيم فلشينا زين سويت انت هنا تزوجيت والعيشه صعبه هنا أنا والله بالعراق؟ اي بس أي؟ جرانديزر تدمر اي وديه صالح يا اخي عندنا هنا في تريش الطار اخذته صلحته اي لان الرزه المزدوجه شايليها مستحيل والله رايحه اي سويت رحت للحي الصناعي زين قالوا ماكو هاي بالعراق اي لازم نسوي لك اياها شغليد عمل اي فسووا لي وحده سوينها هاي الطابق هنا تجيبك شالوا الفيتري وذبوا هذا ما يفيد يعني معقول دكتور امون زمال مثلا ها الرزة المزدوجة صارت؟ هاي بالقوة سواليها يعني إلا واسطة هاي تحارب بيها أولاً تقتل بيها أبو بريص ثانياً إيه تساعد مرتك بالبيت ثالثاً إيه وايد شغلات بيها حلوة والله عجبتني الرزة المزدوجة إيه عاشت إيدك زين احكي لي هنا أنت تزوجت قلت لي إيه صار موضوع الزواج يعني ولدك خلفت صار عندك طفل هاي خلفت إيه بس وضعية تعبت بالعراق مو مال أبقى بالعراق زين هو يعني خوب تخلص بعد من جراندايزر بعت من عنده هواي شغلات تخلص من عنده بعت الرجل مالته سواها بكم مال شارجر بعت الرجل اليسرى سواها يعني دعاميل سايبة أوكي بس أنا أقول لك القرون مشن عنده بالعراق طلعت عالم تحب القرون شقد مو هاي بيها رمزية أنت من اليابان جاي من كوكب بيجا مثلي هاي بيها رمزية ثانية أنا خليت القرون على تجمع قرون العراق نشرته بالفيسبوك بالفيسبوك وما أحكي لك أهل القوط من دخلوا بيش هذا القرن بيش هذا القرن خير شي حصلت واحد مثل وجهك النكتة ما مكتوبة هيك النكتة مكتوبة ولا خير عليك حتى أنا أقول لك إيش حدك تخيره مثل وجهك يعني أنت وديت غير منطقة أصلاً مو صوت الكاتب لعد صوت الكاتب صوت شالي الكاتب 70 برافا أنا أبع عليك أقول لك هذا قلت لي يا إيش تنفهم غلط المهم قل ولا خير عليك مو مثل وجهك لأن مثل وجهك يعني أنا أشتغل نفس الشغلة لا تقبلها يعني أنا من كان القرون عد شنو ها انت بالكوكب هناك واحد شغلكم هنا انا اخذت من بين شغل المهم حصلت واحد اي خوش ولد يعني تشلب لحب بعت لي اياه ب 60 ورقه اي الحمد لله وشكر اي الحمد لله وشكر ومشن زين سؤال هنا انت من تسوي هيك من بعت القرون خسرت اهم سلاح عندك رعد الفضاء ورا رعد الفضاء ايش راح تسوي؟ عدي ايش عندك؟ رعد الناصري والله اكثر من هذا الاسفاف ما اقدر احصل يعني هذا ادرب بي ويابا ما يصير لازم نرتقي لازم نغير لازم كذا الحمد لله والشكر يلا خلينا نشوف اول سكيتش ونرجع نسولف بعدها اي والله طلعوني يقولون لا مكان للفاسد يعني انا اخوك كامل مفيد فاسد وامد ديدي يريدوني اتلوق وانت كل زين تعرف هاي مو اخلاقي يلا مع السلامة. ألو. ألو. المدير طار.
المعاون طار. الو المساعد هم طار. برج مال طيور هاي مو دائره. لا حبيبي لا، انا هاي عمارتي راح اقعد ببابها امارس مهامي الوظيفيه، وعندي هذول السكان يحبوني يموتون علي، ولا فد يوم غثيت واحد من عندهم. يا اسد تار يا رب، هذا جابه. السلام عليكم. قول استاذ كامل. كامل شنو لعب وياك بالدربونه؟ قم وقف تحيه احترم. ها خربت تزرقبه، هاي بالجيش الهندي ياخذوها التحيه. امرني ايش تريد؟ شو اليوم عالس لعمك؟ ايش عالسك وانا ايش بايع؟ والله ما مستفتح. ما مستفتح مو؟ بالساعة 1500 صارت 1500 طبونا. بايع 4 باكيتات كنت. حلو. ونص تكة ايسي ازرق. جميل. وبايع شبس وسيتات مال مي ونساتل، يعني خير من الله، حتى كرتات. انت عايف شغلك وحاط عينك علي، حتى الله ما يقبلها. تواقف بباب عمارتي، تدري الف واحد غيرك يتمنى يوقف هنا؟ هسه ايش دعوه هي عمارة يعقوبيان يا عم؟ الله يخليك. تجيب معجونيه وانا ارتب لك امورك ويا بالعماره. غير انت بالعماره. مو انا ما اقدر اخذ فلوس حلال، اذا ما يصير المالات ما اقدر احطها بجيب. قهرتني. دير بالك كاميرات. السلام عليكم. تعال وين رايح؟ شنو تعال؟ لا لا العفو استاذ، اقاربي مريض وجاي دا ازوره. يعني موقوف. ليش موقوف؟ لان اقاربك قاعد بمكان تابع للدوله. تابع للدوله؟ اي هاي البنايه مالتي وانا ضابط، اذا البنايه تابعه للدوله. على راسي استاذ انت والدوله، بس هسه انا ما اقدر ادخل له؟ لا ما تقدر. ليش؟ هاي يسموها مواجهه. زين استاذ الله يخليك، والحل؟ لعب ايدك ما حد يفيدك. بس استاذ هاي ما تعتبر رشوه؟ رشوه وذله مين؟ لا استاذ كل شيء الا ذله، هواي مذلولاني. نجيب هذا نجيب نجيب استاذ، على الاقل بقي لي مال كروه. لا من تطلع انا اخذك تاكسي للبيت. رحم الله والديك استاذ. تعال تعال. ايش بك بابا؟ غير نفحص نشيك انت جايب، اكو شغلات ممنوعه ما تصير بالمواجهه. استاذ دجاجه قطيه جوعان. دجاجه ممنوعه، ما يصير تدخل التوقيف. زين استاذ يعني ما يصير انا افوت ايدي فارغه. هاك هذا شبس صحي ويفيد للمريض. بس استاذ هو عنده 2 جهال، تقدر تعطيني بعد شيس؟ اعطيني 2000. استاذ والله فلوسك كلها يمك. انا هذا يعني الخير اللي بداخلي اللي ما اقدر اتخلص من عنده، هاك هاي دفعت بلع عن جهالي. شكرا للانسانيه استاذ، شكرا حبيبي. تفضل تفضل. حنونو هذا بالعمارة واقف في الباب، يعني ما راح نقدر ندخل الشرب. الحل راح اروح علي احضنه ابوسه الهي اريدك من وراي تفوت قبل. استاذ كامل حبيبي وايش قال مشتاق لك فدوى العينك حبيبي. ارجع 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 اول تالي تبوس وتسلم عليه. بعد اذنك استاذ كامل، وديت زوجتي البيت اهلها وعزمت حنون ويمي، جاري نسوي طبخات غربيه وهاي السوالف وندز لك ان شاء الله. شنو بالعلاقه؟ انا فهمه هاي نجيب من هاي الحين ومي بارد، أنا هاي الحين وحالي يصير أبيض. أنا بالنسبة لي حالي أنا مسال وحالي والعالم ثاني واحد. حل حالي حل الحل له الحبل. عرفتك أنت ثاني فيك تبكي وتريد صاحبتك. حلو أستاذ كامل خلي فهمك، إحنا نطبخ لحم مقدد، فش نجيب له؟ نجيب له واين حتى نتبله بالواين وناكل بس. بالوائل رابع واحد حل حالي حل حالي. عرفتك انت رابع بيك تهد على بيت صاحبتك ترميهم طلقات. حنونو يا حنونو اسكت. استاذ كامل احنا جايبين ويسكي، حتى منه شو السمكه نخليه بدال دبس الرمان. الويسكي ما زلبت يا حالي المهال يا حالي انا باول واحد حالي 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 أحبه. عرفتك انت بالويسكي بيك واحد تطفر على بيتهم. حنونو انتوا عندكم شرب تريدون تعبروه بدون ما ادري، بعدين انت تعلمني بلغه حنونو. اسمع حل 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 شرب حل 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 اغلس حل 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 ما اريد مشاكل حل 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 حمرة حنونو. بعدين اريد اقول لك شغله، انا احكي بلغه حنونو من كنت نونو. الله فريق المجد وفريق الحب.
الهدف. ماذا سيفعل كابتن ماجد؟ بسام، لن أدعك تسجل، سأذب لك شطحا. وماذا سيفعل كابتن بسام؟ لقد عبرها علي. اخوان سبايا 13 ده بدل الدهي ما اتطور. انتفضها من كسرت لقمت الانفضها. يا معود هسه شنو انتفضها؟ هسه اوصل للقور. ويكمل بسام المباراة. ماذا سيفعل بسام؟ سأضربها. أنتم شو تقولون؟ يا معود انتظر، لدي تحشيشة لم أقلها. لقد ضربها عاليا. حسنا وجدتها، سأقفز فوقها وأسافر فوق فوق الغيم عوف الكوكب وضيلة وحدنا نطير ونعلي. يا معود خلصتها بس بالشطح، شطح مال بيت. بالطريق. وتنزل الكرة مرة أخرى. ماذا سيفعل؟ لماذا ماجد ضربته هيك؟ وان شرجي ما أعرف شنو هذه. ينزل ماجد. والآن سنشهد تحدي من نوع آخر بين ماجد وبسام. لقد انتظرت هذه المباراة طويلا. ماذا يفعل بسام؟ لماذا يركض بهذه الطريقة؟ قلقني كلش والله. أعتقد أنه ممشق. ضربة الطائر الممشق. هيا يا ماجد انتظري لحظة. سددها يا ماجد. حسنا اضربها يا ماجد. دعيني أركز. هيا يا ماجد. اشتعل أبو ماجد، احترق أبو ماجد، اشتعل الغشة الماجد. ايش قاعد تلحين؟ لا 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 ايش قاعد تلحين؟ قابل دا أسوي تمن؟ تمن يروح البيت. وتعود المباراة مرة أخرى. ماذا سيفعل ماجد مع بسام؟ سأضرب هذه الكرة وسأسجل هدفاً وسأهديه إلى روح خالي الله يرحمه. الله يرحمه. الذي توفي قبل 3 أيام حينها نصبنا شادر في رأس الشارع وقطعنا الشارع وبدأت الناس تسب لشة خالي. لقد هجمنا في الحلقة الثالثة. وصلت للجزاء. سنصل في الحلقة الأخيرة. ليش ما أخذتهم؟ رحم الله والده من قرأ سورة الفاتحة. ويعود مرة أخرى بسام يحاول لعب المباراة. لا زالت ركضة بسام تقلقني. من البرافا قلت لك شوية عدلها سيوسع.
يمه. حبيبتي باللعبه. هاد شنو صار الهواي؟ هجمه بعد مهاجم. هسه نخلص بعد هجمتين شنو؟ جاني ولد؟ مبروك ماجد. مبروك. جاني يمه اكو 250,000 جوا القنينه. اخذيهن روح تجيب طلي. ابني حلو يمه بس خل اخلص اللعبه وارجع. ما يخالف يلا باي 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 باي. وانت ابو ماجد بعيدا في التسديده ولكن الهاتف يرن ساعته السوداء. ها يمه ايش بيك؟ سجلتوا بالروضه؟ بدون ما تقولوا لي؟ يمه ليش؟ يعني اكو 250,000 جوا القنينه. سحبيهن تشتري لها جنطه من الصاروخ. ايه سوي لي جلسه تصوير وهاي الحركات يلا هسه خلص اللعبه واجيك. ويعود ماجد مره اخرى للمباراه وبسام الى وضع مريب في الوقفه. شنو ما نلعب اليوم يمه؟ شلون؟ سجل بالجامعه؟ وبدون علمي؟ ابلو طرطوراني. اكو 250,000 جوا القنينه اخذيها ملابس لفيكس هاي السوالف مال كلية اوكي 50,000 دولار دنين يلا يما يلا 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 يما بس على هجمه بس وعود الكابتن ماجد مره اخرى ويسدد والهاتف الاخشر ايضا يدق مره ثانيه بس نفس الوقت فريد حتى هاي يما خطب المن خطب غير تسالون تقولون شلون 250,000 جوا القنينه جريهن كيك هاي السوالف فيه صور وادري لقاط وهذا ما تعطيني 250,000 ابدا كون يمه يمه خلص اللعبه حتى تجي المباراه مره اخرى ويوسع هاي يمه طلق اي طبعا يطلق قابل انا اختارت للمره وستوني بباب المحكمه لا اله الا الله لا 250,000 جواب قنينه تاخذيهن استنساخات هاي الامور الفايل مال طلاق ويعود مرة أخرى بس وقف 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 استاذ قلبك قام اللعبة لا مو هسه بعد والله لا مو هسه والله العظيم مو هسه وانا على ابو ينطيك اكثر من الحوار انا غلطان اتمنى تستعجلون عشان نجت هاي انت تنطر الشباب فرصه مو انت انت غطي وجهك لبسز مو هاي والله مو هسه والله والله العظيم مو هسه ما اجمل هذا الصمت اوقف على الاقل وقفتك تضحكني حتى يرجع لي المود مره ثانيه. بالله وقفتك؟ لا مو يعني ويعود مره ثانيه ويحاول ان يسدد كابتن ماجد وقبل التسديده هسه تقوم تقول لي هسه تقوم تقول لي لازم يدق تليفون ها؟ خلص الرصيد مال امك هسه تقول المفروض هاي شنو؟ ابنك كبر واحنا بعدنا بس الجمهور ما يدري بيناتنا الحكي. صدق هو ابنك كبر. يلا. يا معود كابتن. اي مو ابنك كبر وسجلته بالمدرسه ودخل الجامعه واحنا كبرنا وانت كبرك. استاذ بلا زحمه. ايش قد بقى من الوقت؟ احنا وين؟ بعدنا باول خمس دقائق. صدق؟ ها؟ 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 اطلع برا لك. اطلع برا دمك. صدق فاطمة هاي الوقفة شلون فكرت بيها؟ ما لك يعني اريد اعرف يعني مو انا يعني دا ابحث عن مواهب جديدة مو انا بوع كرتون هواي انا شايف كابتن ماجد؟ طبعا دخل نشوف هذا المشهد نرجع مرة ثانية تفضل وخره هسه وخره افتهمت راح اروح ما تمليني يوميه مشاكل يا حياتنا جيب اكل ودي اكل جيب اكل ودي اكل كافي بابا كافي راح اموت تدقيني براحتك هسه ايش طالبه من عندك ما تقول ايش طالبه من عندك طالبه منك ذهب هو ده اقول لك اكل جيب ما بي حيل اطبخ لا مو ما بيج حيل احكي لك بصراحه لان انا مليت انت ما تديري لي بال انت ما مهتمت لي ولك انت ايش قد كذاب وما يغزر بيك اي شيء لا انت كذابه وما يغزر بيك اي شيء انت كذاب انت كذابه احترم نفسك لا تقول كذابه احترمي نفسك بالاول وما اقول كذاب كذاب كذابه كذاب كذاب انت الكذابه انت منو الطباخ انا الطباخ حسن تعي يمي تعي وش تريد استاذ طباخ انت اسكت لا تحكي كافي ظلم احنا ما نشتغل عندها انت شو وقت ناوي تشغليني؟ ما شغلك بكيفي زين عن العين؟
طش بهي، صوري ستوريات، خلي العالم يشوف طبخك، وبعدين اكتب المقادير وانطوني رايكم وسهمكم العافيه. لا والله مالي خلق. الف رحمه على والديك، اقنعها احكي شيء. انت لا تحكي اي حكايه لا اطلع قطع الصنده على ظهرك، انت لو بس شاد حيلك كان ما صار بينا اللي صار. حبيبي يمكن ابو الدليفري وصل، اطلع اجيب الاكل. زين عادي يعني الضمون شويه مرقه، خافوا تجوعون مره ثانيه تجون تحموها علي وتشغلوني. لا احنا ما ناكل اذا مو الاكل فريش. يا افرش خالتي، هو غير رجك يحمل يابسه بالطاوله. الله، ونقع الحكاكه واحميها بالجدر. اي ونجيبوا لك قيمه تخلي عليها معجون وفلفل اسود. اي وطق بيض على الكباب اللي باقي من العشاء بغيوق. اقول لك انت هواي فيكت، على شنو شايف نفسك؟ اشو انت حالك حال اي جهاز موجود بالمطبخ؟ هسه شلون احكي وياها بيشهفه؟ هسه سويت؟ هم زين من تذكرتي لازمة الطاولة. أوقفوا، هسا احنا وين وصلنا؟ آخر شي قلت لك انت حالك حال أي جهاز بالمطبخ. لا، ما أسمح لكم، المكان اللي انتم هسا واقفين بيه تسمى على اسمي، ليش ما سموه مثلج على الثلاجة، مسنك على السينك، سموه مطبخ على الطبخ. عش عندي، عش عندي. باع التربية. شكال؟ لك هاي ميلك، تعال اليوم أموتك، تعال. هاي فرصتك، روح اجيب السكينه وحميها علي وتشويها على مود يتأدب. لو تموت ما شغلك. ايه شلون تربيه؟ هو احنا ما نعرف نربي ولا نعرف نشغل طباخ. نسوان هالوقت ليش تشترون طباخات؟ اذا تضمون بس الصواني بينا، شنو احنا كاونترات؟ لا انت اندفرت، انه بجتك الماكينه مال القهوه والغلايه والاوفن. العدل جايبيني، اقوم انظف لكم البيت. والله يا بحقه. عمي انت ايش تحكي؟ انا ما حد علاقتي بيه قويه بهذا البيت غير منكم المراهق. منو طلعوني يجي يشعل علي فحم مال ارقيله؟ هذا العزاني ارقيله؟ وينه؟ لك وين باب النرقيله؟ تعال هذا العزاني وينه؟ هذا انا ايش حكاني؟ حتى فحم بعد ما يعلقون علي. هذول دي يتفقون وين يخلون الرقم؟ ماكو رقم يتقاسم بالنص، لان هو رقم. تعال مشاهدينا الكرام، وهنا كان لازم نتدخل. السلام عليكم، ايش عندكم تبسبسون؟ شو تسوون؟ شنو الخبر؟ خابرون؟ لو عندكم رقم ما حتردون تتقاسموه. بس قلي شبيه وياك علي. تعبني والله تعب. يعني شرفك اني. لا لا تبشرني. لا يا زمن. كان يعطيني ورقتين هسه ورقة. أنت مرحلة أولى؟ لا. هاي شنو هاي؟ لا إذا مو مرحلة أولى هاي جماعة المرحلة الأولى يخلوها. أنت مرحلة أولى؟ لا. عمي أنت شنو ما صدقتوا مطرد قبل لبستوا قماصيل؟ تصور؟ لا 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 وراك هو منك يصور. لا لا. وانتو تلزمون اركان حتى بالمول ماخذ مول ما بيركن هذا مول ما بيركن. يصير نسألك سؤال؟ لو تنحرج لان السؤال يخليكم تتفرقون. هل الانسان يتحمل البسط لاجل معرفة ما يجري في البيوت العراقية؟ احبكم هواية ولا بطيء اكلكم احبكم. منو انا؟ اسمي انا شنو؟ لا ماما قلت لك؟ شكرا شكرا على بتكر هيها بالرجال البخل جوز عده بناء شيء؟ لا ما عده بناء بس هو بخيل. هو بسطة تتذكرها؟ نرجيله. هذا صديقك كان يباوع لك شلون بسطي. وانت فرحان؟ فرحان. جبت تليفون يا مخاطب. خالد 18 سنه اخوه ما جاب التليفون. انت اخوه؟ شلون تعرفت عليه؟ ها اخوك ثالث ابتدائي. وشنو النوع كان مستخدم؟ اعلان اللي هو جمع نعال. لا السوق بروح وانهيها من السوق على الخلخال البين من الساق. اجت تعبانه وقعدت من السوق قعدت وتن الازرق قعد فيه. ابن امه دشنا وراح قلت له قبل شبيك؟ قال لي احمد الله بهاي ما مثلت بيك. صفه سيئه تكرهها بالجنس الاخر بالمراه؟ جنس مو قوي بي انا ما اكره. لا الجنس الاخر وين راح بالك؟ اقصد المراه شنو صفه تكرهها بالمراه؟ راح بالك بعيد. معاني هواي تختلف لك بالمكياج. صفات الشاب العراقي موبايل وشنو؟ موبايل ايه؟ والباكيت والجداحه ايه؟ وال500 مال كروه. اكثر شيء مبسوط لو باص؟ لا مبسوط هذا شيء طبيعي. بصراحتك انا الوالد بيه من باصتك اكثر شيء شنو اداه مالتك؟ والله بالاحزان. اكثر شيء مبسوط بيه نعال. تتذكر النوعيه؟ والاصبع اكثر شيء. او الاصبع شنو كانت تستخدم نعال لو تشفتشير؟ تشفتشير حديد كان هذا الفافون هسه صار خفيفات. ضربتني بوكسي. خلي طلع لنا الحجيه محمد وين ضربتك بوكسي؟ هاي شفت بالمحبس حجيتي تايسون محمد علي كلاي. يا با بسطة بالعقال الحد هسه بعدها بظهري الطبعة وراك اياه. تركيز الضرب مال العقال كان هنا مرة واحدة. شنو الأداة اللي استخدمت؟ زام جلد غزال. جلد الغزال. جلد الغزال يعني ذواق همي. وطبعة لا وطبعة وياها. شركة حياتك راح تصرف عليها ان شاء الله. ذهب عيون ذهب ومواد تجميل كل شيء وحمرة بس الحمرة ب 75 دولار ترى عادي. انت تصرف عادي ماكو شيء. قطع هو يبكي بالزاوية.
رجعوها ما اقدر على مصاريفه. تقدرين تعترفين انه اكو صفه سيئه بالنسوان؟ يعني تمشي في دمهن يعني، بس مو الكل. مو الكل. مو الكل يعني طبعا تقريبا 80% خصوصا من الزوجات، يعني اكو من الزوجات. هذا كلامك، احنا راح ننقل للاعلام والاعلام يبقى هو سيد الموقف. القد بس الجهال زين، ما جاي ينضربون ترى الجديد. لهالسبب راح يخرب هذا الجيل. لين ما ينضرب. لين ما ينضرب، واحنا لو ما نضرب ما نوصل لهذا حالنا ودراستنا ومستوانا. يلا على اساس احنا محققين كاس العالم. الى هنا وصلنا الى نهايه الاستطلاع، تقبلوا تحياتي انا علاء الابراهيمي من قلبي عاصمه المالديف كوبنهاغن فوق من المحموديه. هسه عدنا اخر مشهد اليوم هو عدنان ولينا، خلينا نشوفه. لينا ولك لينا، اليوم احرق بيتكم واللي كانت تعوفيني. لينا تعوفين عدنان. لينا اليوم احرق بيتكم مقتل نفسي. واذا عدنان وسخه هو نظيف؟ اليوم مقتل نفسي. لينا واذا عدنان نايم على الرصيف وهو عنده شقه بدبي؟ اليوم مقتل نفسي. واذا هو مفلس وذاك اللي كل ملياردير؟ كافي عبسي، هيك صدق راح اقتل نفسي. لا تدفعني ارفع لي. شبيك شبيك الصيح، شكو امك ماتت؟ يا ريت لو امي ميته وانا مسوي هاي السوايه. ولي كانت تعوفيني ليش؟ بيش بقصر 24 ساعه اركض من الجزيره للقلعه واخلي جدي يومين يسوي لي الشوربه. باي ولي تباعي حتى حوريه صدت لك. شو اسوي لك بعد؟ بس فهميني، انا تعوفيني اليوم اكدش وقت روحي. وخر وخر عبسي. عدنان لا تدوخني، دا اتفرج مسلسل بعدين نحكي. مسلسل شنو؟ ابكر صلافه؟ لك عبسي بس لا المسلسل اللي ببالي. ايه المسلسل اللي ببالك؟ بس بحمل يا مسلسل. جاي تشوف مسلسل حيرة. ليش تشوفون مسلسل حيرة؟ ليش ممثلين كلهم حلوين؟ ليش شنو انا طنطل؟ حبسي وخر اليوم اقتله وخر. ايش وقت تلزمني؟ ما اقول لك انا جبان. شوفوا لينا، انا ما عندي اشكال يعني تشوفين المسلسل كله، بس اكو ملاحظات يعني لازم تحترمينها. يعني ما تباعين على احمد الخفاجي، وما تباعين على بكر خالد، وما تباعين على يمن اذا اياد الطاقه طالع حلو. خير خو ماكو شيء. اكيد هذا خطيبه. وخر عبس اليوم قتله، وخر عبس اليوم قتله وقت روحي. انت من هناك؟ وخر ايش وقت تلزمني الا اطلع بخط احمر؟ لا هذا جيراننا جديد هسه نزل. اخوك حنونو. اخوك عدنان. شوف عدنان، ترى انت ظالم لينا بهاي السوالف. ليش؟ تدري لينا شبيهه؟ شبيه. لينا شنو حالنا؟ حال اسمه حالنا، حالنا زق زق. النوب شنو حالنا؟ حالنا حولنا حالنا عامل حولنا عزر حالنا راح بالكراده. وبعدين شحن الوح للعالم شحن المعارنة وشت احترقوا. وراها بشوية سحل الهول حال العالم سلي عن الهول حال العالم راحوا سلي عن الحال سلي حال كلوش وسلامتك. عبسي خلي فهمني، لا أنا بترمح براسي. حنونو احكي الحكي بالمقلوب بلكة نفتهم. كلوش ايه سلع حال العلل وش احترقوا سلع بالكرادة سلع الألو زق زق. أخوك حنون عدنان ولينا. أنا ما عندي مشكلة بأي شيء، هسه لازم أعرف من هذا اللي راح يخطب لينا. عدنان أنا خطيب لينا. نمخ وقلت لك زك زك.
وراح يجيب لي بيت وحدي ها بالكرادة. لك شنو قاعدها بالكرادة تخبين؟ لك غير اخذ عمسي ولقمها من بات البيت احرق على راسك وعلى راس نامك. وش احترقوا؟ لك انت منو حطيت هذاك البيت؟ ترى افرغ المسدس براسك. يا الله نتزوج وغصبا ما عليك. وسلامتك. يعني هاي هيك هيك راح عدنان بزلك؟ ليش لين انا عدنان؟ قولي له قولي له وين راح نروح؟ راح ناخذ طياره والبيروت. لا لا بيروت شنو شك شك دتشك ستاتشين سنين هان وحال على الجمع فلوسك ومن هان وهان وهاي تركيا. ها يعني انت قصدك بيروت بيها تسليم؟ لا عاد اخذنا تركيا حلولو. الله يساعدك حبيبي. هلا دزني عليك حياوي. عصافير بالقفص طارن بس حي اللزمة. ماي البورة لو بطل من الماركت؟ طبعا بطل من الماركت. الجدر اذا فار شو نسوي له؟ نخليه على نار هاديه. هلا بك حبيبي. على شو جاي؟ اخيك ابن خالتي بالمستشفى ورايد لحظ. ايش بيه حظه بخالتك؟ راد يطيش يصور يفتح لايف يرقص يأرقل يصور بعائلته وينزل. بعد شنو اعراضه؟ صور بالباله، صور بشارع الرشيد، اتريق باقي له دهن بصدريه، 10 مرات ينزل قهوه قمر، الا اقول لك سوى وثائقي على القهوه القمر او رجع للجزر الوسطيه، رقص وما قاعد تجي وياه. اكل من قصم كلثوم؟ نفرين. هذا واصل مرحله بخالتك. هاك هذا علاجه. الشريط هذا جماعه الطشه خلصوه. شو يسوي؟ هذا يقلل من مفعول الترند، اسبوع تسمع خبره. شنو؟ قصدي يعني حيصير زين، يلا تمشى ليلتمن البزازين. ممنون. هلا. مساء الخير. مساء النور. دزني عليك حياوي. عصافير بالقفص؟ ها؟ العصافير بالقفص؟ لا لا طارن وحين لزمن. ماي البوري لو بطل من الماركت؟ بطل من الماركت طبعا. جدر ذا فار شو نسوي له؟ ما ادري. جدر ذا فار شو نسوي له؟ ما ادري نطفيه وما اعرف اطبخ والله. طبخ شاليه جدر ذا يفور. نهدي عليه النار. احكي شو تريدين؟ اريد شويه كرامه. المن؟ الي لان مبين دا يخونك مكلبه بيه. ايش مدريك؟ مبينه ما دام عينك بالقاع. وهش عليها؟ دا تدورين على كرامتك. بس قل لي هاي اخر مره. خلي ولد اعطيني كرامه العد. روحي راح تجيك للبيت هي وعزت نفس. شكرا والله كلش اشكرك يعني. بس عندي سؤال. مين اطلع على الصدريه؟ شو تريدين تراقين باقي له دهن؟ اي لا عاد روحي ماك عزت نفس. يلا حياو دزني عليك. عصافير بالقفص؟ حياو دزني عليك. زين ماي من البوري لو بطل من الماركت؟ حياو دزني عليك. جدر ذا فار شو نسوي له زين؟ حياو دزني عليك. حبيبي التفاهم الموضوع غلط. قل للحيوي بطل يبيع هاي السوالف. حياو دزني عليك. بطلت تلقاه بغير ركن قلبي. حياو دزني عليك. زين هو حياو وين؟ بصدريه. ده ياكل باقله بالدهن همين مو؟ لا قيمر. ايش عجب؟ مختلف. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. هذا الولد حياوي شويه طويل. عصافير بالقفص؟ طارن. بس الزمن وين يروح؟ زين ماي من البوري لو بطل من الماركت؟ يا معود اي قز القرط من الماركت. اخويا قهرتني عوفة للجدر على النار، بس احكي لي شبيك؟ اريد شخصيه. مرتك دا تهينك مو؟ طلقتني. لا عاد بالبيت ما حدا يحترمك. شامريني بالشارع. لا عاد شو تسوي بالشخصيه يا اخوي؟ انا موظف والمدير دائما يهين بي. تخيل انا الموظف الوحيد اللي انهام بالعطل. اخوي بطل لا عاد، شو لك بهالشغله؟ روح شوف لك شغله احسن. ايش اشتغل؟ ما تقول لي ايش اشتغل، خليني حالي حال اي موظف عراقي يشتغل وهو ساكت. اعطيني شخصيه اعطيني. وانا ليه ما عندي شخصيه؟ قلت لك روح بطل، اودي عندي احل لك اياها. يلا بقت عليك، هينو براحتكم هينو. بس صوتك نصيه، ليلتمن الشلاب. السلام عليكم. عليكم السلام. أني عصافير بالقفص؟ لا، أني ابن خالة اللي إجاك أول واحد أول ترند اللي انطيته هاي الحباية. بصراحة من جابوا لي هاي الحباية أنا في الصدرية دا أسوي تحدي مال تفليش آيفون برو. بس من أخذت الحباية الحمد لله والشكر عرفت الموضوع. إيه الحمد لله. زين هسه شو تحس؟ سخفا للحياة. يعني شنو؟
يعني احنا حتى نعيش لازم نموت ونرتاح. الحياة عدمية، طوطمية، عبثية. انت الحباية اشتغلت عندك بالعكس. لا بالعكس، هي الحياة منتهية، هاي شغلتك منتهية. شغلتي منتهية؟ لا هاي الحباية. هاي شنو؟ هاي تخليك بعد ما توصل للكرادة. زين اذا عجبني اشرب قهوة. سويها بالبيت. حلوة سادة. راسها بالبيت شو علياني؟ هذا اللي يوازيك ترجع للصدرية. الباقي اللي احسن. ما شاء الله شلون اسبوع بدلوا ديكور راسن. ثلاث اربع ساعة كان عندهم. الحمد لله والشكر. يعني واحد من المواضيع المهمة اللي فكرنا من خلال الكرتون ممكن تعالج هي العلاقة الزوجية. فاحنا تخيلنا اذا ساسوكي شخصيا عنده حياة عائلية وتزوج هاي مرته اسمها شيري مو شيري كان اي تزوج شيري مرته ايش راح يصير خلينا نشوف قم باي يدك اخ يا ابو ظهر انكسر اخ هاي حبيبي سودة علي هاي جبت القنينة على ظهرك لا جيت امشي عليها مو هي سكيت بورد ساسوكي وساسوكي قنينة غاز كسرت ظهرك لا والله الزواج اللي كسر ظهري اني ساسوكي الكل تعرفني بس الزواج طيع حظي اني ساسوكي كنت نايم اليابان بالسبعة العصر بس غير الزواج حبيبي ساسوكي ساسوكي غصبا ما عليك وعلى اهلك ليش كنت اشر الاعداء على الحبل هسه تعوفي للغساله وتروحين تنامين تقولي لي من تخلص شر الهدوم ساسوكي ساسوكي غصبا عليك وعلى اهلك بس غير حسدوني الزلم يا اهلك لزمه وردت منه شغله وقال لك شو يصير اني ساسوكي يلا هذا ساسوكي هاي عيشته يلا امشي امشي دبرينا قنينه من الجوارين شوف شلون عدي خطار اليوم وبالله منو هذا الخطار؟ لا ما تقول بين خلقتك هذا الخطار يسوى راسك هذا صاحب فضل علي هذا لو ما هو موت من الحلقة الأولى وش راح أسوي غدا وإحنا ما عندنا مسواق؟ شو تريدين مسواق احكي تمن أم بزر فن الكوغا بسمتي لو عادي بسمتي أم بزر فن الكوغا ودهن ومعجون ايه طماطة ايه باذنجان ام وخيار ام وخبز هي مال أم بزر ألو حبيبي أريد اثنين تمن ومرق ونص دجاجة على الفحم وكيلو كباب بللية لأن المعلم عنده ضغط خطية. إي شقة 28 ساسوكي. يلا عمارة 3 حبيبي. إجا المعلم فوتي فوتي. تفضل أيها المعلم. نعم أنا والديك ساسوكي. اشتعلت ليش تكسع صوتي لك انت نينجا مطي لك ليش ليش شلون تاخذ بالطابق السادس غير تاخذ بالارضي قول معلمي تعبان يا بالارضي كله وزعوا واسطات كليندايزر وخماسي وساندبيال لين حلوه طوها شقه زين لعد بشرفك ينطول للرجل حديد شقه هو ياه يتذكرك ادري كان اخذت بالفلل الفلل كلها وزعوها للمنتسبين محقق قناني خذ له وحده كابتن نامق سيفك وين؟ يا بي يا سيفي غير بالعراق كل ميليشيات سيفي وين أحطه؟ إيه. المهم أنا أقدر أقول لك هاي الصائر بيك أنت لا أنا منتهي شاربك نزل لا الدنيا انقلبت ضغطك صعد المعلم الابيض ظل بس لون هاي مين جابيها ليش ليش ايش بيك انا من كبرت ولدي ذبوني باب معبد هاي حبتي والله
والله حبت اللهم لا شماته دللت الكل الا اني اللي يريد سيف تنطي اللي يريد يطير الطيره بس اني زوجتني وشمرتني بالعراق لك بابا انا شماتك بالعراق ارد حلمك على الصبور طيح الله حظي ما اريد اغلط انت معلمي سويت بي يا صبور يا بطيخ دروس الصبر لازم تستمر تتذكر اول درس علمت لك اياه من حطيتك جوا الشلال صدق شو تعلمت من هذا الدرس نشلت اي والله بس استحيت منك ما قلت لك بس انا زعلان عليك ليش زعلان علي عتبي كبير ويلي شكو انت سويتك مشهور والناس تعرفك ناس اليوم ذكرتني بلقاء ناس اليوم قلت معلمي قال لا قلت معلمي أخبرني لا قلت معلمي قال لي أبو علي الشيبان أنا لا أنا زعلان عليك الحكمة تقول الحصاة من الجبل والحشيش من الحديقة ماكو هيك خريط والله هاي أنا شلون كنت مصدق بيك أنت معلم منو ساسوكي 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 ادري لك يا جامبو هاك عيني هاك لا لا صدق احكي لي هذا منو ايش بيك يا معود هذا ابو جبار انا عارفه جامبو الجبار اي مو اجا ولد سماه جبار جامبو الجبار هاك حبيبي معلم الابيض مشتاق لك شلونك عمو بعدك اطول عمو انا اللي هسه امشي بالحكم ماتك نعم وش قد مشتاق لك ما تتخيل ايش قد مشتاق لك انا اقول هذا ليش مطي الحكمه تقول اذا سقط الشيء تكسر اذا بلاستيك يجوز ينفطر انا اريد احكي بالصدر تفضل ساسوكي 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 يرحم اهلك قرصتين خبز ادري استوك اخذت درين قرصتين خبز شو تسوي تدقهن ها استغفر الله وهي يطلب المهم ايه؟ الصبر يا ابني يا ساسوكي تفضل ساسوكي ساسوكي باقي تكرف وسرح من اهلك والله من دنع الابو لا اكسر على راسك هاي عدت المعلم تلط عليك يا معلم خلينا نكمل السالفه هاك كل خيس ماك كرفس اقول لك ساسوكي ها يعني هذا جامبو هيك الدنيا افترت بيه يطلب كرفوس هذا غبي معلمي هذا اجت فرصه ذهبيه بس ما استغلها شلون شايف هذا الساتلايت سترونج ايه اتعاقدوا وياه يحطون صورته على الكرتونه ولي. وملايين الدولارات بس هو كلهم ذبن على الملاهي وعلى القمار يعني معقوله هيك بده يصير لا ايش عبالك ورا 2003 غير الشخصيات الكرتونيه انفجرت ألا أقول لك تخيل تخيل وياي دامبي صار رئيس وزراء والله وين يا هبه